اهلا بكم اصدقائي الصديقات، وياكم ايهاب من قناه ايهاب فتنس، القناه العربيه للرشاقه والرياضه وبناء الجسم السليم. بهذه الحلقه هي حلقه اجوبه واسئله، حجاوب اسئلتكم، الاسئله اللي كتبتوا لي اياها بالفيسبوك والاسئله اللي كتبتوا لي اياها بالكوميونتي او منتدى اليوتيوب. هاي الحلقه حتكون طويله، فيعني اللي عنده كارديو هاي الحلقة ممتازة، تقضوها للنص ساعة الأربعين دقيقة ويا أبو الهوب وتسمعون أجوبتنا المتابعين الرائعين. وأيضا إذا أنتوا تريدون تقعدون تسمعون بلا كارديو، حضروا الشاي وحضروا البسكت البروتين أبو الدايت، وخلينا نبدي. بس شغلة واحدة قبل ما أبدي بالأجوبة، هواية أسئلة أجتي على موضوع التدريب الأونلاين والإشراف الغذائي والتفاصيل. حبايب وسألتوني شلون ترسلون إيميل، اللي ما يعرف يستعمل إيميل صعب يحط مدرب أونلاين، يعني لازم تعرف أو تعرفين الإيميلات، شلون واحد يستعمل التطبيقات، الهواتف الذكية حتى التواصل يكون فعال. على أي حال اللي يحب يستفسر يرسل لي إيميل على ihabfitness@gmail.com. والآن نبدأ بالأسئلة. أقرأ أول سؤال. مساء الخير، اسمي زينة من بريطانيا، أنا أكلي طبيعي يعني وأتحرك هواي وأمشي هواي وأصعد وأنزل بحكم شغلي، بس وزني مدى ينزل أبد. شكرا صديقتنا زينة. هي حقيقة مشكلتك تواجه الكثير يعني، بس لما تقولين أكلي طبيعي قد أنت تعتبريه طبيعي، لكن هو بالنسبة لجسمك أكل غير مناسب للدايت أو لخسارة الوزن. يعني يجوز أنت أكلك كله صحي، مدى تأكلين سكريات بسيطة، مدى تأكلين جنك فود، لكن عدد السعرات اللي دا تأكلين من مصادر الأكل الصحية أكثر من احتياجك أو على قدر احتياجك، فلهذا مدى تخسرين وزن. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، الحركة وشغل البيت وشغل الأوفيس والتسوق، وهاي صح مفيدة ومفيدة جدا، لكن ما نقدر نعتبرها بديل للجيم، ما نقدر نعتبرها بديل للتدريب الحقيقي. تحطين برنامج، اليوم أدرب كذا من جسمي، اليوم أسوي كارديو، اليوم أسوي مقاومة، اليوم أسوي زومبا، اليوم أسوي يوغا، سيركت، تايكواندو، سبح، أنت شنو اللي يعجبك. ما يعوض التمرين، يعني لازم يكون عندك جدول تدريبي. وشكرا للسؤال صديقتنا زينة. كابتن، أريد توضيح حالة الثبات، ليش ترافق معظم أنواع الدايت؟ وين الخلل؟ هل هو بحساب السعرات أو بطريقة نوعية الغذاء بصورة عامة؟ يعني تبدأ صح ونزولك مضبوط، بعدين تدخل بلاتو ما تعرف شنو السبب، لازم تكسره، أما صيام متقطع أو يمكن تشيت ميل قصدها، اللي حسسني بشعور عدم، وهذا يحسسني بشعور عدم الرضا، شلون نتخلص من الثبات ونستمر بنزول بدون كسر الدايت؟ ماشا عيني ماشا. ربما لازم تكسرين الدايت حتى تخلصين من البلاتو. احيانا كسر الدايت والخروج منه هو افضل طريقه لاكمال عمليه خساره الوزن. لكن انا ارجع واقول اكثر الناس اللي يواجهون هاي المشكله كنا انه متطلبات الدايت تختلف بين فترة وفترة. يعني أول برنامج حطيتيه قبل 6 أسابيع هو مو بالضرورة نفس البرنامج اللي حتحتاجيه ورا 6 و8 أسابيع. السبب إنه كتلتك الدهنية ربما قلت، وزنك تغير، الكتلة العضلية تغيرت عندك، عملية الأيض بالجسم تغيرت، طريقة الأكل وعدد السعرات والكميات وكميات البروتين ربما تغيرت للمرحلة الجاية. الناس وين تصير عندها هذا البلاتو المستمر؟ المفروض البلاتو ما يصير عند المبتدئين صراحة. البلاتو القوي تدرين وين يصير؟ يصير عند الناس الرياضيين اللي يتدربون سنين، بعد دفعوا جسمهم إلى أبعد الحدود، بعد صعب يعني يضيف عضل جديد أو يقدر يضيف عدد قياسي للركض والكذا. بس بالنسبة لحالتنا حتى يتماشى ويا الوضع اللي أنت عليه حتى تكملين توصلين الهدف، يعني لازم تغيرين كميات الأكل ونوع الرياضة وكميات الرياضة حسب المرحلة اللي انت بيها. سلام، انا عمري 39، نوريكا خطاب من الكويت، ابي نظام ينزل وزن. عزيزتي نوريكا، بالنسبة للنظام الغذائي لا يوجد نظام غذائي واحد يمشي للكل، ربما يمشي كم اسبوع لكن ما حيكون مناسب لك. انا بقناتي واضع برنامجين، برنامج شوية اللي هو يتطلب يعني معرفة بالشخص، يعرف يحسب سعراته الحرارية، هو مجاني بدون مقابل،
عندي برنامج واو على الناس اللي ما تريد تحسب سعرات حراريه، وللمراهقين موجود بقناتي. اذا تريدين برنامج اني اسوي لك اياه اتصلي بالايميل، ويعني هذا جزء من الاشراف الغذائي. عندنا سؤال من ايات السوداني من العراق. السلام عليكم كابتن، اني ايات من العراق، عندي صعوبه بنزول الوزن لان عندي خربطه بالهرمونات وخمول بالغده الدرقيه، شلون اقدر ازيد الحرق بجسمي بشكل طبيعي؟ اتمنى تجاوبني وشكرا، ربي يوفقك. اوكي، انت ذكرتي الغده الدرقيه عزيزتي، وما ذكرتي باقي الهرمونات شنو يعني. هل هو موضوع برولاكتين، موضوع تستوستيرون واستروجين، دي اتش تي، يعني امور لها علاقه بالهرمونات الجنسيه وهرمونات اخرى. على كل، طريقه اصلاح الهرمونات هي من خلال التغذية. لازم تسوين نظام غذائي مقاسي، لازم تتمرنين مقاومة، ولازم تتمرنين كارديو. الأكل اللي تاكليه لازم يكون عالي بالألياف، الأكل اللي تاكليه لازم يكون عالي بالأوميغا 3. لما نتغيرين نمط الدايت الهرمونات حتبدي تنتظم، وراها الجانب الآخر جانب الوزن أيضا يبدي يتجاوب وياك. بالنسبة للغدة الدرقية اكو حقيقة مكملات طبيعية، انا ما اعرف انت كتيري بالعراق موجودة ولا، اشواغاندا مثلا او غيرها، اذا تردون كتبولي بالتعليقات اسوي لكم حلقة عن مكملات طبيعية تنشط عمل الغدة الدرقية. عندي انا احد المتدربات بفرنسا ايضا عندها مشكلة الغدة الدرقية، والان غيرت لها نظام المكملات ويا الدايت الجديد وجسمها بدأ يتجاوب يعني. فإذا تردون نسوي شيء مفصل أكثر عن الغدة الدرقية كتبوا لي بالتعليقات. سؤال عندنا من رؤى الجناب، تقول السلام عليكم كابتن، أنا رؤى من العراق، عندي نزول بطيء كلش بالوزن وعندي تكيس بالمبايض، شلون ممكن أزيد الحرق؟ والسؤال الثاني، ها يعني سؤالين، هل تمارين الرياضية، ها يعني سؤالها تقول التمارين المفروض نسوي يوم عالي جهد يوم منخفض الجهد، وعدها موضوع تكيس المبايض. عزيزتي لان تكيس المبايض هو سؤال يعني خاص، ما احب افوت بتفاصيله لانه مقدم حلقه بقناتي على اليوتيوب، روحي ايهاب فتنس، اكتبي ايهاب فتنس بالبحث تكيس المبايض، وحاط لك سلسله كامله من المكملات اللي تحتاجيها وطريقه عمل الدايت حتى يصير عندك خساره وزن. انا من البنات اللي مدربهم قسم كانوا قاطعتهم الدوره لاشهر، رجعت عندهم وصار عندهم نزول وزن بالرغم انه عندهم تكيس مبايض. الشغله تتطلب وقت لكن بها جانب علمي يعني ممكن تنفيذه حتى واحد يوصل لاهدافه، واني هاي معلومات نعطيها مجانا بقناتي. اسمي لارا، عمري 30، شنو المكملات الغذائيه ناخذها ويا التنحيف، وشنو الرياضه اللي تفيد البطن بعد الولادة القيصرية؟ مع العلم يقولون ما تروح. عزيزتي هاي احنا عندنا مال يقولون وقال وقالوا ومشي يعني كلها تركيها، ما يقمنوا اللي قالوا، شنو مؤهلاتهم، شنو تجربتهم، شنو خبرتهم. ولا تنسين احنا كأفراد كنا قد نجرب نفس الشيء لكن النتائج اللي نوصلها تكون مختلفة، فأنتي التجربة اللي حتسويها ربما النتائج تكون مختلفة عن ذول اللي قالوا لك. مكملات حتحتاجيها بالدايت، حتحتاجين مالتي فيتامين، هتحتاجين بي كومبلكس، هتحتاجين اوميغا 3، هتحتاجين ربما كرل اويل بدال الاوميغا 3، تغيرين بيناتهم. بالنسبه اذا انت دايت حرق دهون، احيانا اني اضع سي ال اي او ال كارنتين لبعض الناس بموضوع خساره الوزن، واحيانا حارقات دهون طبيعيه مو حارقات دهون خبالية يعني مثل هاي اللي بيعوها، لا يعني مثلا شوية ترفع عملية حرارة الجسم قليلا او تدعم عملية الايض. اكو بعض المكملات اللي تساعد لكن هي طبعا مو الحل، هي يعني تسوي مساعدة بسيطة لعملية حرق الدهون. عندنا سؤال من صديقنا علي حامد، يقول كل عام وانت بخير كابتن، اني عازمك اذا تجي البلدات تقبل عزومتي. حبيبي اخونا علي، اني على راسي وعزيمتك مقبولة، من اجي حكتب وقل لي واتشرف بيك، عيني اشكرك. شباب بنات، الثاني اول سلسله سالتها كانت الاسئله من الفيسبوك، طبعا اللي دا يشوفني وباقي مستمر بالفيديو لي هسه يعني انتو متابعين الحوك اللي يدعمون القناه صدق يردون يتعلمون ويحبون الشيء لقدمه. ترى صفحه الفيسبوك دا تكبر جدا اللي هي ايهاب فتنس، ودا اشوف مستوى وعي المتابعين بالتغذيه كلش عالي. صح بالفيسبوك شويه يجونا جماعات متعصبة بالكيتو وملكيتو يهاجمونه، بس اعتقد يعني اذا انتم على اليوتيوب
ايضا شاركوا بالفيسبوك، اعتقد حتشوفون يعني مجموعة جديدة من الناس، تصيرون اصدقاء والتفاعل حلو يعني. فحبيت اقول لكم هذا الشيء. هسه احنا ناخذ الاسئلة من اليوتيوب. عندنا صديقنا من السعودية يقول ابغى رجيم اللي عمره 15 وفوق، يعني تينيجر كسلان، حالته المادية صعبة وسمين مرة، يريد تمرين بسيط تبدأ صعوبتها تدريجيا. صديقي هسه انت طرحت لي عدة مواضيع. الحالة المادية صعبة صح تسبب عائق، لكن بالنسبة لعمرك ما تسبب عائق، لأنه انت ما هتحتاج مكملات، ما هتحتاج تحط لك مدرب خبير وتخسر بيه فلوس. تمارين تقدر تسوي بالبيت أو تقدر تركض وتعوضها يعني بصورة مجانية. الشغلة اللي مستحيل أحد يساعدك بيها لما تقول أني كسلان، هنا أنا مربط الفرس، هنا هاي كلمة كسلان صديقي. ليش كسلان؟ هل أنت مقضي وقتك كل ألعاب وكل ببجي وبدون حركة؟ لازم تراجع سبب اللي تعتبر نفسك شخص كسلان عزيزي، وتترك هاي الصفة الغير جيدة. وانت بعدك صغير يعني، يعني سنة سنتين وراح تبدي تكبر تصير رجل بالغ، فاشتغل على نفسك من هسه لا تكون كسلان. وبالنسبة للنظام الغذائي، أنا عندي نظام غذائي مجاني للمراهقين بقناتي، شوفه وامشي عليه وإن شاء الله توصل أهدافك. سؤال عندنا من العراق، عباس يقول كابتن أنت ليش بعد كل سنوات التدريب هذه جسمك ما بي عضلات بارزة؟ هل تركيزك على الكارديو كبير جدا؟ جاوبوا لهذا السؤال، يعني جزء هو سؤال يعني شخص عنده تساؤل يعني حاخذه بالصورة. شوفوا أني مو كابتن بجيم، يعني هاي أني الشغلة اللي أنا صراحة يمكن سميت إيهاب فتنس غلط، لأنه أني صح قناتي عربية بس استعملت كلمة فتنس بالمفهوم يعني ككلمة فتنس، يعني لياقة عامة، نشاط عام، صحة عامة، مو قناة بناء أجسام. العرب من يسمعون فتنس يتوقعون فيزيك أو يتوقعون شخص يعني هذا مجاله، مجال عمله، مجال رزقه، متسابق. صديقي أني الحد عمري بداية الثلاثينات أعاني من السمنة المفرطة، عمري كبير مو صغير، أنا ما بديت بالرياضة بالعشرينات ولا بديت عمري 18 سنة، بديت بعد الثلاثين. العمر إلى حوبه، السنوات الطويلة من السمنة إلها تأثيرها على الجسم. أنا جسمي عنيد جدا بالتجاوب، بس يعني أنت من تقول ما عندك عضلات، لا أنا عندي عضلات حقيقة، يعني نسبة العضلات عندي كبيرة، لكن ما منشف واصل مرحلة نشافة بهاي اللغة اللي تحبوها بحيث تبين. شون رودن مستر أولمبيا نزل، أنا أقرأ تعليقاتكم اللي أنتوا تتابعون بناء الأجسام وأستغرب مدى الجهل، يعني يكتبون بأن أوه هاي وين راحت عضلاته، عضلاته بعدها ما راحت عضلاته، لكن ارتفع عند المي وارتفع نسبة الدهون، فالدفينيشن مال العضلة من بين. والشغلة يعني أنت سؤالك أعتقد أنت من فريق كمال الأجسام وتابع هاي الرياضة صديقي، البناء الأجسام وهاي العضلات البارزة والشكل وكذا يسموه illusion، يعني خدعة بصرية. كل ما مثلا أعطيك مثال، كل ما ظهرك صار عريض كل ما بطنك بينت أصغر، كل ما صدرك صار أكبر بطنك بينت أصغر، وهكذا كل ما رجلك عرضت خصرك يبين صغير، كل ما نسبة الدهون والمي قلت عضلاتك تبين أكبر لأنه التكويرة مالها تبين. فأني مو لاعب بناء أجسام يعني، وسعيد بجسمي صراحة، أنا هسه صحي قوي جدا، ربما الدهون عندي مرتفعة لكن أبقى أشتغل على نفسي ما أكثر، لأن أنا يعني عندي التزاماتي بشغلي وبحياتي، فما أريد أفوت بمنحة يخرب لي حياتي والله حتى أثبت شيء لأحد، يعني لأنه الهيترز هيترز، دول الكارهين حيبقون كارهين. أنا أقرأ، عندي أصدقائي مثلا كابتن أسامة بكندا إذا تشوفون قناته، يعني من أصدقائي الأعزاء، بعد شوية يصير محترف، أقرأ التعليقات عنده هم ناس ما عاجبها الوضع، هو بطل. كابتن الدرة اللي هو بطل بمصر، يعني إنسان مثقف وصاعد على المستر أولمبيا، بعض متابعي كتبون عليه بالتعليقات جسمك كذا والبايسب كذا، فيعني هذا الشيء رضا الناس لا تدرك، وجسمي يعني خاص بي وصحتي خاصة بي،
يعني ما عندي شيء اثبته لاحد. شكرا لسؤالك. عندنا سؤال من صديقتنا تقول: هلا واحلى كابتن، شلون ممكن انحف كل الجسم بدون ما ينحف الصدر والمؤثره، او بالعكس اخلي وزنهم يزيد بطريقه حلوه؟ عزيزتي، هذا الموضوع جانب الوراثه والجينات مالتك الى دور كبير. اكو نساء وبنات صدرهم كبير بالطبيعه بغض النظر عن وزنهم، ونفس الشيء للارداف. انا اللي انصح لك بانه ما تتمرنين تمارين صدر بكثره، وتسوين تمارين مقاومة يعني تساعد الأرداف، مثلا السكوات، تسوين يعني لانجز، تسوين ثراست، تسوين حتى ديدليفت بسيط، ليج بريس، تسوين أماكن يعني تقوي الرجل وتقوي منطقة الأرداف، حيصير عندك كتلة عضلية، هذا بدوره يبين تفاصيل منطقة الأرداف تصير أكثر يعني. عندنا سؤال من صديقتنا رحمة من تونس. أنا رحمة من تونس، عمري 20 سنة، عندي مشكلة اللي هي أخس ببطء شديد وأسمن بسرعة جدا، ما هو الحال؟ هذا السؤال مهم، خلينا كنا نتابع. عزيزتي رحمة، هذه أعتقد شغلة وراثية، يعني أنت مثلي، هذا نوع جسمي أنا صراحة، بعض من المتدربين عندي هذا نوع جسمهم. هذا الشيء يتطلب صبر، يتطلب استمرار، ويتطلب بأنه أبداً ما تسوين دايت قاسي، يعني سوي دايت فعال، امشي عليه بالتدريج، خسري وزن أوزان قليلة إلى أن ما توصلين المرحلة متقدمة. ربما عندك مشكلتين، حساسيتك من الإنسولين والنشويات مو بمحلها، فلازم تسوين دايت عالي بالألياف ومبي سكريات بسيطة، تسوين تمارين مقاومة حتى نحاول حساسيتك من الإنسولين نفعلها، وهاي الأمور بحد ذاتها قد تساعد وترفع عملية الأيض عندك، هي عملية يعني أعتقد بالعربي عملية التمثيل الغذائي. ربما أنت عندك هذه واطئة فما يصير عندك حرق عالي، أو ربما عندك مشكلة بالغدة الدرقية يعني، فلازم تشوفين شنو المشكلة. لكن هذا صديقتي عزيزتي يعني موجود هذا الشيء يعني مع الأسف. هذا آخر سؤال ناخذه، لأن أعتقد الحلقة طولت شباب بنات. معك أختك نعيمة الجزائرية من إندونيسيا، أنا بفضل متابعتك الحمد لله نزلت من 71 إلى 60، ألف مبروك عزيزتي، لكن كل ما أرجع عطلة للجزائر يربط الدنيا، هاي يعني ظهرت للجزائر يعني طيب مثل العراق، مشكلة. أنا من متدربين عندي يرجعون البلدانهم، عقب الفترة عندي متدربة من أمريكا رجعت للسعودية فخرب شغلنا، متدربين عندي يروحون يرجعون للعراق من أوروبا ومن الأردن همينا يخرب شغلنا، فدولنا ما تساعد الدايت يعني، أخربط الدنيا وأزيد وزن خاصة بالأرداف. لسه وزني 60 أوكي، بس الأرداف حاسة سايدين دهون وبشكل واضح، كيف ألتزم بالرياضة؟ أوكي، إذا وزنك نفسه أتفاجأ جدا إذا نسبة الدهون هي الزايدة بالأرداف عزيزتي نعيمة، أتفاجأ. أعتقد إذا أنت تمرينك به مقاومة يجوز بدأ يصير عندك عضل أكثر، فالحجم يبين أكثر. يعني أنت على كل استمري بالدايت، غيري نوع الدايت، غيري السبلت مال التمارين، و حاولي تسوين كارديو عالي جهد ربما مرتين ثلاثة بالأسبوع، شوفي تأثيرها على منطقة الأرداف شلون يصير. بس انت يعني نازلة نزول جيد، ويعني هي هاي الحياة شباب بنات، يعني واحد يسافر. أنا طبعا بالمناسبة هذا الفيديو من حتشوفوه أنا حكون بإيطاليا مسافر، يعني سجلته قبل أسبوع حمنتجه وأسوي له سكتشو حتى ينزل وتشوفوه. حروح حاكل بيتزا، حاكل بانزاروتي، حاكل فوكاتشا، حاكل باناكوتا، حاكل تيراماسو، شكو شغلات إيطالية، حروح بلال 4 أيام استمتع بيها وأرجع لهنا لندن أكمل الدايت مالتي وأكمل الخطة وأرجع مثل ما كنت. بالنسبة لإصابة رجلي الصراحة اليوم الألم جدا عالي، مدى الطيب يعني، مرة زينة ومرة مو زينة، على كل إن شاء الله تتحسن. فحبيت أسوي لكم فقرة الأسئلة والأجوبة، إذا تردون أسوي هاي الفقرة بصورة مستمرة اكتبولي بالتعليقات ومن عيني أسويها لكم. أحبكم كلكم، بشوفكم فيديو جاي، يومكم عسل.